أخبار اليوم. حبيبي الله يرحمك يا سيد زيان، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيد زيان الصديق الوفي، الصديق العزيز، الصديق اللي أنا عشرته عشرة كبيرة وطويلة، ما شفتش منه أي حاجة، كان دائما يدافع عني، كنت أنا لسه صغير. لو سيد زيان، سيد زيان السعيدي الرجل المحترم، الرجل المحترم، لو تدور على تاريخه فلنتعلم منه كيف يحب زملائه، يحب زملائه الأقوياء كمان، مش يحب زملائه، لا يحب الممثل القوي اللي قدامه. سيد زيان كان عنده ولاء للمسرح، ولاء للناس.